حاليا. بلاتر كشف، بلاتر ده الفساد كله بتاع الفيفا والاتحاد الدولي، كشف في احدث كتاب ليه عن بيتكلم فيه كتاب اللي يحمل عنوان حقيقتي او حقيقتي عن فساد مونديال 2022. ده بلاتر اللي بيقول، بلاتر اللي هو اتحاكم وتم وقفه عن ممارسة هذه المهنة وابعاده من المنصب الاتحاد الدولي، هو اللي بيقول انه مونديال 2022 قطر رشت الاتحاد الافريقي، ولابد من الاتحاد الافريقي السيد احمد عليه ان يصدر بيان فيما جاء من اتهامات لعيسى حياته. احنا عارفين عيسى حياته فاسد، كنا اتكلمنا عليه وهو في المنصب، قلنا انه فاسد وحرامي ويتم محاكمته حاليا، ولكن مره ثانيه الاتحاد الافريقي عليه انه يوضح حقيقه ما ذكر على لسان بلاتر في فساد الاتحاد الافريقي لكره القدم وعيسى حياته تحديدا. وقال انه قطر رشت الاتحاد الافريقي وقامت بشراء الاتحاد الافريقي قبل التصويت في 2010 لمونديال 2022، ودفعت احتفال اقامه الاتحاد الافريقي يتكلف ما اعرفش كام مليون دولار، وانها قدمت رشوه مش عارف لمين كان تاني مليون دولار، وقابلت مين تاني عشان تدي له ايه اذا. وبلاتر اتكلم على الزياره اللي قام بيها حاكم قطر السابق امير الارهاب الاول حمد بن خليفه الى ساركوزي رئيس فرنسا، وكان معاه رئيس الحكومه ايضا بن جاسم امير الارهاب الاخر او احد قيادات الارهاب او اكبر واحد داعم للارهاب حمد بن جاسم. وفي هذه الزياره لساركوزي تم الحديث مع بلاتيني، ميشيل بلاتيني، وبلاتيني كان رئيس الاتحاد الاوروبي في ذلك الوقت، وتم ايضا دفع اموال لفرنسا وشراء عقد صفقه لشراء ايرباص، وايضا انه فرنسا او كان نادي باريس سان جيرمان عنده مشاكل ماليه ضخمه، قطر في اليوم ده او في الوقت ده قررت شراء النادي من خلال عاملها الرئيسي ناصر الخليفي اللي بيغسل اموال قطر في شراء اللعيبه والانديه وبي ان سبورت، وكان ده الاتفاق نظير ان تدفع قطر هذه الرشاوي بالمليارات لكي تحصل على كأس العالم. تعالوا نشوف الفضائح على لسان بلاتر مش اي حد تاني. لرئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم جوزيف بلاتر الذي اكد تسريبات ساندي تايمز، مضيفا ان قطر لم تكن لتفوز لولا التدخل السياسي من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ونائب رئيس الفيفا السابق ميشيل بلاتيني. التفاصيل جاءت في كتاب بلاتر حقيقتي الذي يكشف في صفحاته خبايا الفيفا وعلاقتها بالسياسات الدولية، الى ان يصل الى الفصل العاشر الذي خصصه لمونديالي روسيا وقطر. بلاتر عرج في فقرات عدة على المحاولات القطرية للتأثير على التصويت آنذاك، أبرزها تمويل الدوحة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في نفس السنة التي تم التصويت فيها أي 2010، إضافة إلى محاولة رشوة نائب رئيس الفيفا التاهيتي رينال تيماري الذي تم إيقافه بعد ذلك بعد إثبات الرشوة. لكن ما رجح الملف القطري حسب كتاب بلاتر الزيارة التي قام بها أمير قطر عام 2010 رفقة رئيس وزرائه إلى باريس، حيث التقياها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني، الذي أبلغ بلاتر أنه سيصوت حسب رغبة ساركوزي. بلاتر ربط وإن بشكل غير مباشر بين حصول قطر على حق تنظيم المونديال وبين ما تلا الزيارة القطرية من تحركات كصفقة الطائرات الفرنسية وشراء النادي الفرنسي باريس سان جيرمان كحقائق كان شاهدا عليها. قطر والفساد، أينما يوجد الفساد قطر. عيلة فيها فساد بيرشوا الناس، يرشوا مسؤولين، حكام، اتحادات. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
ثماني سنوات مرت على هذه اللحظة. هذا اليوم الذي شهد التصويت على اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022. أزمات ومشكلات وفضائح عدة هزت عرش الفيفا وأطاحت بالعديد من رموزه، وكان المال القطري هو العامل المشترك فيها. تحت عنوان زوبعة الصحراء فضيحة كأس العالم 2022، الفيفا تحت ضغوط متزايدة لوثائق مؤسسة النزاهة الرياضية التي كشفت 30 عاما من الفساد. نشرت صحيفة دسان البريطانية تقريرا مطول ضد مونديال قطر، قالت فيه إنه من الصعب فهم الأسباب التي اعتمدها قادة الفيفا 22 في قرارهم هذا، حيث اعتبرت تنظيم قطر للمونديال أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة، خاصة بعد أن قام فريق التفتيش الرسمي للمنظمة الذي أشرف على اختيار بلاتر وشركائه بتصنيف قطر التاسعة بين العروض المقدمة لتنظيم مونديالي 2018 و2022. دعت الصحيفة رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو بفتح تحقيق جديد حول كيفية منح حق التنظيم لقطر في عهد الرئيس السابق جوزيف بلاتر المعاقب بالإيقاف 6 أعوام على خلفية فضائح الاتحاد. كما ذكرت الصحيفة أن المدير الطبي للفيفا المقال جاري دابوراك أخبر اللجنة التنفيذية للفيفا أن هناك خطر كبير على اللاعبين والمسؤولين والجماهير باستضافة قطر للمونديال في الصيف. وأضافت الصحيفة البريطانية أن قطر التي لا يتعدى تعداد سكانها 1.3 ملايين نسمة وصاحبة المساحة الأصغر من ويلز لم تكن تملك سوى ملعب واحد مستوفى الشروط، ورغم ذلك نال التصويت أعضاء اللجنة التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخيل ماريا فيلار الذي واجه هو وأبنائه اتهامات بالاختلاس والتزوير، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتورط هو الآخر في تقاضي مبالغ غير مبررة، والذي اعترف أنه غير رأيه في التصويت بعد لقاء مع أمير قطر والرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي. كما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية مقالا مطول تحت عنوان مسؤول الفيفا تلقوا رشاوى لدعم عرض قطر لتنظيم مونديال 2022، وأضافت أن خوليو غروندونا الذي توفي في عام 2014 أخبر الشاهد إليخاندرو أنه